عقدت في سرت عقب يعني منح هذه الحكومة الثقة كان من بين المناصب منصب وزارة الدفاع أو وزير الدفاع، وأصبح عبد الحميد دبيبة هو وزير الدفاع بالوكالة أو بالنيابة. هل يفهم من ذلك أن هذه الثقة منحت له كوزير للدفاع؟ لا، هو السيد عبد الحميد دبيبة لم يمنح ثقة وزير الدفاع بدليل أنه لم يعرض في تشكيلة الحكومة أن السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، يعني مصر منصب وزير الدفاع كان شاغرا ويقوم به السيد دبيبة دون أن يمنح ثقة لصفته وزيرا للدفاع، لكن يمارس هذا العمل باعتباره رئيسا للوزراء. لكن حقيقة السيد عبد الحميد لم عند صدور منح قرار منح الثقة لم يذكر أنه رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع. إذا أنتم منحتم الثقة للحكومة ولم تمنحوها له كوزيرا للدفاع؟ لم يمنح ثقة كوزير للدفاع. عقدتم 7 جلسات لمناقشة